على بركة الله مشاهدينا ومشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مباشرة من مدينة وادزم مع واحد الحالة استثنائية. مشاهدينا الأوفياء، طفلة تزادت على 7 شهور ووالديها ما خلاو ما يداروا عليها، قاساو معاها، عانوا معاها، قراوها، ما خلاو ما داروا ليها. وللأسف مسكينة هاد البنية الصغيرة ما كتقدرش أنها تتحرك، وصلت الآن 16 عام وكافحوا معاها 16 سنة ديال الكفاح وديال النضال وباش تقرا، وعلى الأقل أنها إن شاء الله كان الأمل ديالهم كبير أنها تكبر إن شاء الله وتولي كتمشي حتى هي بحال جميع الأطفال الصغار، وتقرا بحال جميع الوليدات. ولكن للأسف فاش كبرات الطفلة مسكينة ما بقاش قادرة تزيد، ما كتقدرش تتحرك، كتفهم، كتهدر، كتتحرك، ولكن ما كتقدرش انها تتحرك ولا تمشي. والامل ديالها الوحيد انها بغات تقرا وبغات تفرح وليداتها او الوالدين ديالها عفوا. والله العظيم لا قمة المأساة. مشاهدينا بارطاجيو بارطاجيو باش تسمعوا هذه القصة، هذه القصة الحزينة المأساوية. بارطاجيو مشاهدينا بارطاجيو بارطاجيو باش طلع وتوصلوا للصرخه ديال هاد الابوين اللي كيعانيو وعانا وباقين كيعانيو معاها لحد الان. والامل ديالهم الوحيد ان بنتهم تولي تمشي وتهي تمشي تكمل القرايه ديالها، وتهي هي تكون بحال الوليدات العاديين. بارطاجيو مشاهدينا، طلعوا 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 باش تفهموا القصه وتسمعوا مزيان اشنو واقع بالضبط، ويعودوا لكم الأبوين القصة ديالها من الأول. بارطاجيو مشاهدينا بارطاجيو بارطاجيو باش تطلع وباش نسمعوا اشنو واقع بالضبط مع الأبوين. اشنو الاسم ديالها؟ صالحة. صالحة، مع الأبوين ديال صالحة. غادي نبقاو مع الأب ديالها والأم ديالها اللي غادي يشرحوا لنا اشنو وقع بالضبط وكيفاش تزادات وكيفاش عانات وكيفاش قرات وكيفاش كيعانيو معاها لدابا رغم الظروف الاجتماعية ديالهم اللي صعيبة والمرض ديال الأب وديال الأم، إلا أنهم كيكافحوا وكيتقاتلوا معاها، كيقولوا على الله وعسى الآمال والفرج أنه يكون قريب. بارطاجيو مشاهدينا بارطاجيو. السلام عليكم. عليكم السلام. عاودي لنا اشنو وقع بالضبط مع البنية ديالك من الاول حتى الاخر، اشنو كيفاش تزادت في الاول وكيفاش عاشت؟ السلام عليكم. صالحة تزادت عادية كجميع الناس، وهي تزادت سباعية، وبقينا كنتسناو اليوم غدا اليوم غدا الدروج ما درجتش، وصلت لواحد 60 ديال الدرج وما درجتش، وبقات تما مريضة صافي ما كدرش لدابا. ودينا كنديرو لها الترويض شي مدة ديال 7 سنين و 8 سنين، و كنطلبو دابا من الناس المساعدة يعاونونا باش نديرو لها شي عملية. نزلت في الأول سباعية، نزلت في الأول سباعية، واش قالوا لكم الأطباء راه عندها شي مرض؟ قالوا لكم راه، واش قالوا لكم في الأول راها مريضة راها كتعاني راها غادي تولي مثلا أنها ما غاتقدرش تمشي؟ عطاوكم هاد المعلومات؟ لا ما عطاونا حتى حاجة، عادية ما قالوا لنا حتى شي حاجة. زادت 7 شهور، على 7 شهور صافي قالوا لنا. لما تزادت سباعي كاع عطيني الأم ديالي. السلام عليكم، مرحبا بالقناة ديال شوف تي في اللي جات تشوف المعاناة ديال الابنة ديالتي. بالنسبة لصالحة تزادت على 7 شهور، من بعد تزادت عطاونا الأطباء باش تكمل الكمالة ديالتها في القرعة. من بعد ما كانش الإمكانيات، ما كانوا لا محسنين لا حاجه، اللي غادي يرشدني لشي حاجه مع اقول لك الطفل الاولى ديالتي. ومن بعد جيتها للدار بقيت تنحاول معاها. في الاول زادت بالمعاناه، زادت مريضه بالمعاناه صافي، بقيت تنتسنى حتى كملت داك الكماله حتى ترضع عادي كاع تشوف صافي. من بعد بدات تتكبر تنحاول غادي دير شي حركه كما سيديروا جميع الدراري الرضاع، وين تا لا حركه لا تا حاجه والو. اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا فاش وصلت عامين مابداش كتمشي والو، لا تا حركه، ما كاين حتى شي حاجه. ديتها من بعد دارت عام دي مرضت لقى، وداتها الجده ديالتها لعند واحد الطبيبه كانت هنايا في السبيطار هنايا في وادزم، وقالت لي باش دير ليها الترويض.
نفخوا ليها رجليها وضروها بزاف حاليا كما دابا نيت وصافي. من بعد تندير لها الترويض اليوم غدا اليوم غدا ما كاينه حتى شي نتيجه تقول ما كاينه حتى شي نتيجه. من بعد صيفطاتني هذيك الطبيبه صيفطاتني للخريبكه مشيت عند الدكتور تيقولوا لي تما الدكتور السملالي. من بعد رشدني عند الدكتور بهلاوي قال لك غادي ديري ليها العمل كاع ونار ما كانش امل ديال الدريج غديري العمل كاع باش تسرحوا ليها رجليها باش ما تبقاش تسيبيش معاها مشكل رجليها ما تبقاش ديما دايرهم. ومن بعد قال لك الدكتور ما يمكنش ندير ليها العمل كاع دابا لحقاش عندها المناعه ضعيفه بزاف جتها للدار خليتها كملت 6 شهور. من بعد كملت 6 شهور عقبتها ليه صافي بقيت متبعه معاه متبعه معاه حتى قال لي صافي في هذه السيمانه غادي نفتح ليها ان شاء الله غادي نتساعد معاك وغادي ندير غادي ندير لها العمل كاع وغادي نتساعد معاك. من بعد جات الكوفيد 19 صافي وقيت حبس لينا. كانت دخلتوها تقرا كتقرا دخلتها تقرا كديوها كنديها مركبها وكنجيبها مركبها ما كاين حتى شي مساعده هنايا ما كاين حتى شي مساعده تنديها مركبها وكنجيبها مركبها. من بعد طلع الاب ديالها البلديه شافوا لنا واحد ترونسبور وين قال لك ضروري خاص اللي يمشي معاها ويجي معاها وما يمكنش لقى غادي نمشي معاها انا ونجي معاها لحقاش عندي ولاد اخرين خاصني ثاني نقابلهم في الدار خاصني ما يمكنش لقى نديها ونجيبها وصافي. من بعد بقات بحال هكاك تنتسناو لا اليوم لا الغدا لا جمعي قالت هنا لا حتى شي حاجه ما كاين اللي يرشدك حتى شي حاجه ما كاينه حتى حاجه يعني المعاناه بزاف لواحد الدرجه ما تصورش. ما كاينش ما كاينش ما كاينش لدرجه هنا المقدم ديال الحومه تنقولوا ليه الله يجازيك بخير الا كانت شي حاجه هنا شي معاونه ولا شي حاجه راه عارف الابنه ديالتنا راه الانسان اللي تيكون عارف عندك مريض في الدار راه تيقول لك راه كاين اليوم غدا ما تيقول لنا حتى شي حاجه الا كانت شي حاجه راه تيعطيوها بالتخبيه للناس اللي تعرفوهم حنا ما كاينه حتى شي حاجه هنايا. ما شافوش ليه شي كرسي متحرك شي حاجه والو ما كاينش عا واحد المحسنه اللي صيفطت لنا واحد الكرسي واني راه صافي مشى تهرس ما بقاش ما يعني كروسه عادي كاع ماشي تخرج فيها تنعاني معاها بزاف درجه اللي بغيتي تمشي لشي بلاصه خاصك معاها ما تخليها اللي بغيتي ندخلها على الطوال تنصيب معاها مشكل ضروري ما يمكنش خاصها ضروري تهز لبغيت نهبطها لتحت في الحال السخون ثاني ضروري تنعانيو بزاف الحال السخون تيسخن علينا الدار شوف ما يمكنش خاصها تبقى خاصها ضروري تهبط لتحت خاصها ضروري تهزها. كنفكروا دابا هو دابا حنا مازال صحاح مازال صغار حنا مازال دابا كان مازال صغار ومازال صحاح كنكافوا معاه كنفكروا دابا حنا لواحد الوقت اللي غنكبروا حنا ولا نموتوا اولا يعني شنو شكون اللي غادي يوقف معاها شكون غادي هذا هو المصير ديالي اللي كنفكروا ليه دابا. لا حول ولا قوة الا بالله. وهي دابا باغا تقرا باغا تكون هي دابا باغا تقرا باغا تتعرف كل شيء الدماغ ديالها مزيان تتعقل كل شيء كدير ها هي السلام عليكم شوف تيبي انا الحلم ديالي باغا نحطو باغا نطرا باغا ندير كلشي العادة اللي تمنيت في حياتي باغا ندير. انتي كنتي كتقرا يا صاحبي؟ واه. فاش كنتي شنو المستوى؟ التحضيري. التحضيري كنتي كتقرا مزيان؟ واه. كنتي كتقرا مزيان؟ وشنو بغيتي دابا ديري شنو؟ نكمل طرايتي ونحطط الحلم ديالي. شنو الحلم ديالك اللي كتسالي اللي باغي تحققيه؟ نولي استاذة. تولي استاذة؟ انت دابا شحال في عمرك؟ 16 عام. 16 عام؟ كنتي كتقراي هنا في المدرسة قريبا؟ ولكن كانت كتجيك بعيدة انك تمشي للمدرسة؟ واه. كنتي في المدرسة كانوا كيتعاملوا معاك الأساسي دي زوين؟ واه. والأصدقاء ديالك حتى هما؟ انت دابا باش كطالبي شنو بغيتي؟ بغيت نطرا ونحط الحلم ديالي. واه وندرج. صافي. تنتمنى من المحسنين يعاونوني. صافي ونولي ندرج ونحط الحلم ديالي هذا تلي حياتي نحط. إلى
اذا مشاهدينا مشاهدي القناه شوف تي في، كما سمعتوا الصرخه ديال هاد الطفله هادي اللي عندها في العمر ديالها 16 عام وكيعانيو معها الوالدين ديالها وكيكافحوا معها، والامنيه ديالهم انهم يشوفوها كتمشي على رجليها. مشيتو لشي سبيطار قالوا لكم خاصها شي عمليه ولا شي حاجه؟ مشينا للسبيطار في خريبكة ديال الجرده. هو الدكتور بهلاوي يقول عطاني العمليه، قال لك غديري ليها العمليه. قال المهم بعدا قال لك ما غاديش تبقى صايبه معها مشكله، قال لك المهم غندير ليها العمليه الاولى والثانيه، المهم بعدا ما غاديش تبقى تسيب داك المشكل، ما غاديش تبقى تسرح، غادي تخفاف عليك في الهزان غادي وين الدكتور بهلاوي دار ما صحه وخرج ما بقاش تمايا في السبيطار، وهذا هو المشكل دابا ما بقيتش عارفه اش من اتجاه. شحال تقريبا دابا اللي بغات دير العمليه مثلا؟ شحال تقريبا؟ ما عرفتش بالضبط، ما حددش لينا المبلغ ديال العمليه بالضبط لحقاش. انا هو ترشح قال لنا انا غنديرها بسبيل الله وغادي نشوف محسنين يعاونوكم وسميتو. من بعد جات كوفيد 19 صافي وتلغى كل شيء، حتى حاجه ما بقات، هذا هو المأساة باش نعيشوا مع صالح. دابا تنتمناو من الله ومن المحسنين يعاونونا. هادشي تنتمنى. نتوما دابا ما موقفين لا ما كديروا لا على الطبيب؟ تنديروا لا دابا حتى حاجه والو. حاليا انا مرات كنت في الدومين ديال السياقه، ومرات من القولون العصبي ومع الماساه ديال هاد الظروف وهاد المعاناه، وما عندناش دخل قار. حنا دابا مريحين تنتسناو دابا لقمه العيش، حنا كنتحاربوا معاه من طرف من باب الله وصافي. هادشي اللي كاين، ما خداميش خدمه، وعندنا ثلاثه الوليدات اخرين وهي هي الرابعه، وساكن على قد الحال. حنا ساكنين مع الوالد دابا، ولا اله الا الله. هادشي اللي كنطلبوا من المحسنين يعاونونا، داكشي اللي جاب الله واللي الاراده ديال الله. نتوما دابا الامنيه ديالكم انها تمشي على رجليها وتحرك. هادشي اللي تنتمناه من الله سبحانه وتعالى. اذا مشاهدينا مشاهدين قناه شوف تي في، كما شفتوا مباشره مع المعاناه ديال الطفله صالحه اللي كما سمعتوا انها هي في الاول تزاد على 7 شهور وداروها في القرعه كما كنقولوا هنا في السبيطار، وعانوا معاها وكافحوا معاها، وفي الاول ما قالش لهم الطبيب بانها راه ما تقدرش تمشى، حتى بدات كتكبر وبداو كيكتشفوا انها الطفله هذه راه ما كتحركش وما كتمشيش على رجليها، ومن تماك بدات المعاناه ديال هاد الاسره هذه، المعاناه مع البنت ديالهم، معاناه مع الظروف الاجتماعيه ديالهم، معاناه مع الدواء ديالها، مع الطبيب ديالها، وهي كتكبر وهي والمعاناه ديالها والمأساة ديالها كيكبروا. حاولوا انهم يدخلوها للمدرسه انها تقرا، وحاولوا انهم يديروا معها المستحيل، الله وعسى انها تكبر وتولي شويه على رجليها، ولكن للاسف قدر الله ما شاء فعل. البنيه وصلت 15 عام وباقا مسكينه ما كتحرك من حتى شي حاجه. كنتمناو من الناس المحسنين، الناس اللي كيشوفوا هاد القصه هادي ديال هاد البنيه هادي اللي كما كتشوفوا ما بغيتش نوري الوجه ديالها، راه كتبان غير الرجل ديالها. دابا دخلوا الناس بزاف، ياك طلعوا عندنا الناس بزاف، بغيناكم تعاودوا القصه ديالكم من الاول باش فهموا اشنو وقع لهاد البنيه هادي عندكم من الاول، حيت دابا طلعوا الناس بزاف، عاودوا لهم من الاول كيفاش حسيتوا بها، كيفاش عشتوا معها المعاناه ديالك. البنيه كما قلت لك صالحه تزادت على 7 شهور، من بعد تزادت على 7 شهور ما قالتش لنا الطبيب انها راه عندها شي مرض ولا شي حاجه، قال لي خاصك تكمليها في الشهرة ديالتها في القرعه. من بعد ما كان لا امكانيات لا حتى حاجه، حاولنا جناها للدار تنتعيشوا معاها عادي، زعما تنقولوا تنتسناو اليوم غدا، اليوم غدا تترضع تتغوت تدير نتوما راها عادي صافي بحال جميع الرضاع عادي، زعما ما كاين حتى شي مشكله. من بعد بدينا تنكتشفوا ما تتحرك ما تدير لا حتى شي حاله، ما تديرها حتى شي اشاره ما تديرها والو صافي ترضع تنبدل ليها. ومن بعد بدات تقربت الوقت ديال باش تحبو باش دير والو، ما تدير حتى شي حركه، وصل الوقت ديال انها تمشى والو، ما كاينه حتى شي حركه صافي. محشوقه وقات مرض تنفخوا ليها الرجلين ديالها ومرضوا بحاليا بحالها دابا، تلحق على وقت البروده صافي تتمرض، تتلحق على وقت البروده صافي ما تتبقاش دير التقاشر صافي ما تتبقاش.
تيضروها رجليها بزاف، تيتنفخوا ليها، تتبات تغوت في الليل، ما تتنعس ما حتى حاجه. دابا حاليا حد الان دابا تيتنفخوا لها وتيديروا دوك البقع السوداء، تتبات تغوت بهم، ما تتنعس ما حتى حاجه، وتيبردوا ما تيديروا، تتبقى تغوت بهم، تتبات فايقه حتى يصبح الحال ديما بحال هكا. وديتوها فاش بدات تكبر؟ ديناها لعند الطبيبه، مني شافتها عطاتني قالت لي ديري ليها الترويض، يعني ما قالتش لقى شي. تنقول راه اليوم غدا غتبان النتيجه، اليوم غدا اليوم غدا، ملي تنديها تندير لها الترويض تتبقى تبكي حتى تنخرجها، ملي تنديرها وهي تتبكي حتى تخرج من الترويض، ملي تنجيبها للدار تقول لقى الطبيب ديال الترويض تبقى ديري لها الحركات اللي تنعطيك انا ديريهم هنا ديريهم ليها في الدار، واني واخا تنديرهم ليها بدون جدوى والو ما كاينه حتى شي نتيجه. من بعد مني رشدتني الطبيبه مشيت لعند الدكتور بهلاوي، قال لي علاش ديري ليها في الترويض؟ قال خاصها عمل، قال ما يمكنش ديري ليها الترويض وهي ما تتبان حتى شي نتيجه. من بعد قال لي خاصك 6 شهور عاد تجيبها، قال الدرقه عندها المناعه ضعيفه بزاف ما يمكنش نطلعها، كنت طابله نفتح ليها غادي تموت لقى في ايدي. من بعد صافي جاتها كملت 6 شهور، من ديتها سكانير تندير الراديو، درت ليها التحاليل، درت ليها السيمانه اللي غادي ندير فيها العمليه، صافي جات كوفيد 19 صافي. هو انا شكون كان غيتكلف بالعمليه؟ الدكتور بهلاوي الله يجازيه بخير هو اللي قال لي انا غادي نوقف مع الدرقه لوجه الله، غادي نوقف معاها غادي ندير ليها العمليه، وانما قال لي راه ما كاينش امل ديال الدريج، قال لي غادي ندير ليها العمليه باش ان الدرقه يتسرح ليها العصب، ما غاديش تبقى صايبه معاها مشكل، غتولي تسرح رجليها، وما عطانيش امل ديال الدريج. دابا المشكل فين عندها هي؟ يعني عندها المشكل في رجليها في العصب هنايا، ما تديرش رجليها العمود الفقري، العمود الفقري ما يمكنش تريح بحالنا بحال جميع الناس، تريح خاصة ضروري، ولا تدير رجليها بحالك وتدير رجلك ورجلك، ما يمكنش ما تترجحش، يعني ما عاشتش قد الطفولة بحال جميع البنات، الطفولة مختلفة، ما لعبات ما دارت حتى شي حاجة، وهي ملي كتفيق الصباح وهي كتبقى في المدرسة خاصني نديها، ومن بغيت تجي خاصني نمشي ثاني نجيبها أنا ولا الأب ديالها، المهم خاص واحد يتكلف بها. العام الأول قلت لك تنديها مركبها وتنجيبها مركبها. عطيها لي عطيها الميكرو. صالحة دابا بنتي كاع الناس كيشوفوا كير، أشنو بغيتي تقولي لهم؟ كنشطرهم من هذا المنبر، تنتمناهم يعاونوني، وتنتمنى ندرج، وتنتمنى نحط الحلم ديالي. شنو الحلم ديالك اصحابي؟ نولي استاذة ونطرى. تولي استاذة؟ واه. تقري الدراري؟ واه. انت اختي كتقراي مزيان اصاحبي؟ دابا الناس كيشوفوا فيك كاملين وكلشي، ان شاء الله غادي يعاونوك ويوقف معاك ياك؟ ان شاء الله. عشان تبغي تقولي لي كنشطرهم بزاف، الله يجازيهم بخير، نشطر شوفتي بي من هذا المنبر، نقول لهم جات وشافت هذه الحاله ديالي، الله يجازيهم بخير. تنتمناو من المحسنين يشوفوا في الحالة ديال صالحة، لأنها راه حالة صعيبة بزاف، راه ما تيحس بها علي مرقح معاها، وتنعانيو معاها بزاف لحقاش واحد الظروف صعيبة، ما يمكنش ما تتحركش كاع، ملي تتنوض هي مرقحة، لا ما هزيتيها ما تهز، لا ما خرجتيها ما تخرج، تتبغي تخرج تتبغي تشوف ضروري، ما يمكنش خاصك ضروري تهزيها تتصيبي مشكل، الله يجازيهم بخير، هادشي اللي تنتمناو. كلمة أخيرة كنطلب من جميع المحسنين كاع اللي سخى الله فشي حاجة يعاوننا وكيشوفنا ويشوف الحال ديالنا، حنا كنتمناو من الله نزيدو قدام، وتنطلبو صالح الدروج، وتنتمناو يكون عندنا مستقبل، وتنتمناو من الله تعيش تولد وليدات وتحقق المصير ديالها، وكنشكر شوف تي في على هاد المبادرة الطيبة، والله ينصر سيدنا. شكرا ليك. حنا بدورنا مشاهدينا مشاهدين قناة شوف تي في كنتمناو ان شاء الله كما سمعتوا صالحة وكما سمعتوا الوالدين ديالها فهم كيعيشوا في واحد الظروف اجتماعية صعبة، وكيناشدوا القلوب الرحيمة والضمائر الحية انهم يوقفوا مع الحالة ديال صالحة ويتعاونوا معها في سبيل الله، لان كما كتعرفوا صعيب انك
توقف معاها بزاف، تنوض تهزها تدخلها تقضي الحاجة ديالها وتحاول انها تخرج، وهي مسكينة غير شادة البلاصة ديالها كما كتشوفوا. ها هما الرجلين ديالها، ما بغيناش نبينوا الصورة ديالها. من هنا مشاهدينا كنطلبوكم وكنترجاوكم انكم تشوفوا من حالتها وتحاولوا تعاونوها، واللي عنده شي مساعدة ولو غير معنوية انهم يتصلوا بهم ويحاولوا انهم يهزوا من المعنويات ديال الابوين ديالهم اللي صراحة كيعيشوا واحد الظروف قاسية. اذا من هنا مشاهدينا من مدينة وادزم، حي درب الشهاب، وصلنا الصرخة ديال صالحة، وصلنا الصرخة ديال الأبوين ديالها. كان معكم مراسلكم مراسل قناة شوف تي في مروان الجبوي، السلام عليكم.